بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة جديدة من مادة التغذية الرياضية سبورت نيوتريشن لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر، نتحدث اليوم عن الجزء الثاني من الوحدة الثامنة بعنوان Vitamins and Minerals، وسوف نخصص هذه المحاضرة للحديث عن المينرالز، حيث أن الجزء الأول تناولنا به الحديث عن الفيتامينات. Introduction to minerals. Minerals differs from vitamins in many ways. Inorganic, not well absorbed, not easily excreted. Medical tests can measure calcium and iron stores. إذن لدينا نقاط مهمة جدا للحديث عنها في المينرالز، هي أنها ليست متشابهة مع الفيتامينات، حيث أنها مواد غير عضوية لا تتم امتصاصها بسهولة ولا يتم فقدها أيضا بسهولة. الميديكال تيست من خلال الفحوصات الطبية يمكن أن نتعرف على محتوى الجسم من الكالسيوم ومن الحديد، وهم أهم عنصرين من المعادن للأفراد الرياضيين. Classification of minerals. تنقسم المعادن بناء على كمية تواجدها داخل الجسم، منها ما هو موجود على شكل macro minerals، أي أنها توجد بكميات كبيرة داخل الجسم، ومنها ما هو موجود على شكل micro minerals، كميتها تعتبر قليلة في الجسم ولكن وظائفهم الحيوية جميعا وظائف كبيرة جدا. Functionality بناء ممكن أن تنقسم بناء على الوظيفة: proper bone formation, electrolytes, enzyme related function، منها ما هو متعلق في تركيب العظام، منها ما هو موجود على شكل electrolytes، وتحدثنا عن الالكترولايت في محاضرات سابقة ووافية. أيضا يوجد منها على شكل enzyme related functions، مكملة لأعمال الإنزيمات. المينرالز منها ما يوجد على شكل ماكرو مينرالز مثل الكالسيوم، الفوسفورس، مغنيسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد وسلفر، هذه توجد بكميات كبيرة غالبا تقدر بالميليغرامز، لكن لدينا كميات أخرى توجد بالميليغرامز أو بالمايكروغرامز، هي تسمى تريس مينرالز أو مايكرو مينرالز، وأهم هذه المكونات الأيودين، الأيرون، الزنك، وكثير من المعادن الأخرى التي لها وظائف حيوية وبالأخص مع الإنزيمات. Classification of minerals by functionality. بناء على الوظيفة يتم تقسيم هذه المعادن: proper bone formation، أهمها الكالسيوم، الفوسفورس، المغنيسيوم والفلورايد، لديها وظائف تركيبية داخل العظام وهي تعطي الصلابة وتساعد بإطالة وسماكة هذه العظام. Electrolytes توجد على شكل electrolytes، وتحدثنا في محاضرة سابقة عن هذا الأمر، أهم هذه الالكترولايتس الصوديوم، البوتاسيوم والكلورايد، وهنالك معادن تساعد في عمل الإنزيمات، أهم هذه المعادن الأيرون، الزنك، السيلينيوم والكبر، وهي التي تساعد بنقل الإلكترونات وأيضا تقلل الجهد من الرياكتيف أكسجين سبيشيز بشكل واضح، وهي تساعد في إنتاج الطاقة. The influence of exercise in mineral requirements. كيف يؤثر الأداء الرياضي على محتوى الجسم من المعادن؟ Mineral losses in sweats and urine may be greater in athletes. هنالك فقد من المعادن من خلال السويتس ومن خلال اليورين. هذه الكمية تصبح أكثر لدى الرياضيين دون غيرهم. Small to moderate losses can be offset by dietary intake. حينما تفقد كمية قليلة يمكن تعويضها من خلال الطعام بشكل طبيعي، لكن larger losses may need supplementation. هنا يصبح الجسم بحاجة إلى تعويض مباشر إذا كانت كمية الفقد كبيرة جدا، مثلما تحدثنا عن فقد الصوديوم بعد ساعتين تقريبا من أداء نشاط رياضي طويل الأمد وفي درجة حرارة مرتفعة، هنا يصبح حبوب الصوديوم ملائمة ومناسبة لتعويض فقد الصوديوم حتى نحافظ على مستوى ومحتوى الأملاح والمعادن الموجودة في الدورة الدموية، ونحافظ على الأزموتيك بريشر وعلى الهايدريشن ستيتس.
Mineral deficiency and toxicity, غالبا الجسم يصل الى مستوى الهوميوستاسيس في من خلال الغذاء الطبيعي. Generally maintained by adjusting absorption and excretion, عملية التوازن من خلال الامتصاص ومن خلال الفقد. هنالك احتياج يتم الامتصاص اكثر، هنالك احتياج يتم تقليل عملية الفقد، وأيضا حينما يكون لدينا كمية أكثر فإن كمية الامتصاص تصبح أقل وكمية الفقد تصبح أكثر. هذه حالة التوازن الموجودة في المعادن. Hormonal and other mechanisms are also influential. هنا لدينا تأثير مباشر من خلال الهرمونات، مثلما تحدثنا عن الفاسوبريسين أو الأنتيديوريتك هرمون الذي يفرز من البستيريور بيتيوتري إجلاند. Level of adequate mineral intake from food for Americans. غالبا نتحدث عن الأمريكان، نتحدث عن اليوروبي، ونتحدث عن الانترناشنال بشكل عام، لأنه هناك توصيات خاصة تقريبا لمنطقة شرق آسيا. لكن على أي حال لدينا هنا توصيات من البوتاسيوم أن نحصل على أقل من 3، أو الكالسيوم أقل من 3%، الكالسيوم حوالي 36%، مغنيسيوم، زنك، ايرون، كبر. لدينا توجه او الحصول على كميات مناسبة من هذه الاملاح، لكن يبقى البوتاسيوم لدينا بحاجة دائمة لدى الرياضيين، نظرا ان عضلة القلب تحتاجه وبتستهلك منه بكثرة. لذلك يعطى بعض الرياضيين بعض الحبوب التي تحتوي على البوتاسيوم لتعويض الاجهاد والفقد الدائم من البوتاسيوم. Average mineral intake by sedentary adults and athletes. Men typically consume more minerals than women. الرجال يستهلكوا كمية أكثر. Many men and women do not consume an adequate amount. In athletes, adequate mineral intake is associated with adequate caloric intake. إذن من النقاط المهمة جدا مثل الفيتامينات تماما أنه كمية الفيتامينات التي نحصل عليها ملائمة لكمية الكالوريز التي يتم تناولها من خلال الطعام. بنفس الطريقة المعادن يجب أن تكون متلائمة مع كمية الكالوريز التي يتم تناولها من خلال الطعام. If restricting calories intake, mineral fortified foods are helpful. في حال فقدان كمية أو في حال التجنب تناول كمية كبيرة من الطعام، بهذه الحالة الأغذية المدعمة بالفيتامينات والمعادن تساعد بتعويض ما نحتاجه من المعادن. Clinical and subclinical mineral deficiencies. General characteristics: deficiencies develops over time. No signs or symptoms initially. Signs or symptoms are non-specific when they first occur. Specific symptoms associated with severe deficiencies. إذن طالما كانت هنالك فقدان في محتوى المعادن داخل الطعام لن يحدث هنالك تغييرات كبيرة في الجسم ولن تظهر الأعراض بشكل مباشر، ولكن ستظهر حينما يكون هنالك فقد هائل وكمية كبيرة جدا يتم فقدها من هذه المعادن من خلال الطعام، سوف تظهر هذه التأثيرات على الجسم. Prevalence of clinical mineral deficiencies, iron deficiency anemia. In US أقل من 3% تقريبا لدى الفيميل لديهم iron deficiency anemia. لدى الفيميل يعتبر أكثر من الميل انتشارا للiron deficiency anemia، لكن لدى الميل احتياج أكثر للحديد. برغم من أن النقص لدى الفيميل أكثر إلا أن الكتلة العضلية لدى الرجال تعتبر أكثر، فالاحتياج للحديد يعتبر أكثر نظرا أنه ينقل أكسجين للعضلات وللأنسجة المتحركة أكثر من الأنسجة الخاملة، مثل ما لدى الفيميلز لديهم أنسجة دهنية أكثر، هذه لا تحتاج كميات كبيرة من الأكسجين. Prevalence in male athletes very low but not zero. Results in fatigues and impaired performance. إذا كان هنالك نقص في الحديد فهذا سوف يؤدي على مستوى الأداء. في ناحية الأوستيوبوروسيس وهي نقص الكالسيوم ونقص أيضا فيتامين دي، ممكن يكون ناشئ من أحد هذه الأسباب. في الولايات المتحدة حوالي 8 مليون وومنز and 2 مليون من بيعانوا من هذه المشكلة. Small percentage of female distance runners is 30 أقل من 30 سنة with amenorrhea. بعض النساء لديهم
الأمينوريا قد ينخفض قد يصبح لديهم مشكلة أيضا في الأوستيوبوروسيس نظرا لعدم التوازن الهرموني في الجسم ونتيجة لاختلاف الدورة الشهرية من موعدها من شهر إلى شهر آخر. A prevalence of subclinical mineral deficiencies. هنا نتحدث عن الايرون ديفيشنسي without anemia. كثير من الأفراد لديهم نقص في الحديد لكن لا تظهر علامات الأنيميا نظرا أن الذي ينخفض هو أكثر مخزون الحديد أكثر مما يظهر نقص الحديد مباشرة في الدورة الدموية. حوالي 2.5 من الميلز بيعانوا من هذه المشكلة. من 9-16% من الأدوليسنت فيميل 12% of non-pregnant adult females هذه تظهر عندهم نسبة iron deficiency without anemia. A prevalence may be higher in female endurance athletes and vegetarians. الفيميلز الذين يتبعون حمية غذائية تتبع الأغذية النباتية أو النباتيين ممكن أن تظهر لديهم هذه النسبة أكثر نظرا لانخفاض معدل الهيم ايرون الذي يتم الحصول عليه من المصادر الحيوانية. Effects on performance not known but it's prudent to avoid this condition. غالبا على مستوى الأداء هنا لا تظهر لأن نسبة الأنيميا غير موجودة. الذي ينخفض هو مخزون الحديد. هنا على المدى البعيد واستمرار انخفاض الحديد سوف يؤثر بالتأكيد على مستوى الهيموغلوبين بالدم. أستيوبينيا بعض الحالات لديها انخفاض low bone mineral density انخفاض بكثافة الأملاح داخل العظام. حوالي 22 مليون من النساء و 12 مليون من المن لديهم هذه المشكلة. may be as high as 50% of amenorrheic female distance runners and ballet dancers الراقصي الباليه أو متسابقي المسافات الطويلة والذين لديهم مشاكل هرمونية في الدورة الشهرية هنا تظهر لديهم مثل هذه المشكلة انخفاض معدل وكثافة المعادن داخل العظام. Subclinical deficiencies of other minerals not well documented. التركيز دائما على محتوى الكالسيوم ومحتوى الحديد. الحديد يساعد بنقل الأكسجين والكالسيوم يساعد في بناء الكتلة العضلية ويساعد أيضا في بناء الكتلة العظمية ويعطي الصلابة للجسم. بهذه الحالة هم أهم عنصرين يتم مناقشتهم دائما في المعادن. World Health Organization T-score criteria for classifying normal bone mineral density osteopenia and osteoporosis. غالبا normal bone mineral density لازم تكون T-score أقل من 1. الأستيوبينيا ممكن تكون النسبة أقل من 1-2.5. طبعا هنا بالسالب نتحدث عن أرقام أقل من 0. أستيوبينيا تقريبا 2.5 وأقل. السيفير أستيوبوروسيس هنا قد يتعرض في حالة نقصان هائل من محتوى الأملاح المعدنية والمعادن ممكن أن يؤدي إلى كسر العظام وتؤدي إلى هاي فراجيليتي تؤدي إلى هشاشة كبيرة جدا في هذه العظام. Roles of minerals in bone formation. ما هي دور المعادن في بناء العظام؟ Bone growth and turnover, bone forming minerals and bone remodeling. هناك عوامل كثيرة جدا تؤثر في العظام. فيتامينات، معادن، هرمونات كلها تساهم في البون ريموديلينج تساهم في صيانة العظام تسمى بون مينتيننس سيستم. Bone growth and turnover increased length and thickness during childhood and adolescence. هنا زيادة في طول العظام الطويلة وأيضا في سماكتها. Increase mineral content until age 35 عند 35 تتوقف مخزون العظام من الاستمرار. Slow mineral loss after age 35 غالبا يجب أن يتم تقليل معدل الفقد بعد سن 35. Accelerated minerals loss in females when estrogen production declines. إذا هنالك خلل هرموني وتوقف إنتاج الاستروجين هنا سوف تزيد كمية الفقد من محتوى المعادن الموجود داخل العظام.
بون فورمينج مينرالز من المعادن التي تساعد في بناء العظام الكالسيوم والفوسفورس. Small amounts of fluoride. Several minerals have indirect roles مثل الايرون مثل الزنك مثل الكبر وكثير من الانزيمات ايضا تساعد من اهمها فيتامين سي الذي يساعد في بناء الكولاجين. هذه تعتبر من العوامل المساعدة في بناء العظام. هنالك يعني تأثيرات قوية جدا للمعادن حيث ان 90% منها كالسيوم وفوسفورس موجودون داخل العظام والفلورايد برغم من ان كمية قليلة موجودة في داخل العظام الا انها تساعد باعطاء صلابة وقوة كبيرة جدا. كالسيوم ريجوليشن يتم التحكم بنسبة الكالسيوم داخل العظام ما بين ما يتم امتصاصه وما يتم فقده من خلال الباراثيرويد هرمون التي تعمل على زيادة معدل الكالسيوم في الدورة الدموية. طبعا هنا زيادة الباراثيرويد هرمون قد يؤدي إلى إحلال كمية كبيرة من الكالسيوم الموجودة في العظام ونقلها إلى الدورة الدموية. لأجل ذلك يجب أن يتم تناول كميات ملائمة من الكالسيوم من خلال الطعام للمحافظة على نسبة الكالسيوم الموجودة بالدم. طبعا الباراثيرويد هرمون يؤثر في الجي اي تراكت يؤثر في البون ويؤثر في الكدني حيث انه كل وظيفته هو المحافظة على نسبة الكالسيوم ورفع نسبة الكالسيوم الموجودة في الدم. حينما ترتفع نسبة الكالسيوم في الدم يتوقف نشاط الباراثيرويد هرمون. بيك بون مينرال دنسيتي Highest lifetime bone mineral density, trabecular bone by age 30, cortical bone by age 35, من 40 إلى 60 is genetically determined. التأثير على صلابة العظام وعلى كثافة الأملاح داخل العظام تقريبا ما بين عام 30 إلى 35 تقريبا تتوقف ما بين العظام الإسفنجية أو العظام الصلبة. هنا ليتحكم بهذا الأمر 60% أو 40% تقريبا من عوامل جينية. Important influences: adequate calcium and vitamin D intake, weight bearing exercise or activity. هنا حينما نتحدث عن الexercise يجب أن نعطي التمارين الملائمة لوزن الجسم حتى لا يصبح هنالك ضغط أكثر على هذه العظام. High impact exercise مثل jumping, strength and training. هذه تؤثر بشكل كبير في البون بون مينرال دنسيتي. Preventing or reducing bone loss associated with aging. مع العمر تتوقف عملية إيداع الكالسيوم والأملاح المعدنية داخل العظام ويبدأ الإحلال العكسي. كيف يمكن أن نوقف هذا الإحلال العكسي ونحافظ على مخزون الكالسيوم الموجود داخل العظام؟ أولا diet related من خلال اتباع حمية غذائية ملائمة. Calcium supplementation after age 35 has limited effectiveness. تناول مثل المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم قد لا يكون ذو أثر جيد. In women under 50 and most men adequate calcium and vitamin D intakes slow the loss of bone calcium. In the first 10 years after menopause, calcium supplementation has a small positive effect. In women after age 70, calcium supplementation is beneficial. إذن في كل مرة نتحدث عن تناول الكالسيوم والفيتامين دي من خلال مصادر الطعام نظرا أن التأثيرات تعتبر قليلة جدا. عند عمر 50 تناول فيتامين دي يعتبر نوعا ما جيد ولكن في عمر 70 يجب تناول الكالسيوم نظرا أن طبيعة الغذاء كلها تختلف لدى كبار السن وبالتالي فسيولوجيا الجسم يصبح أكثر قابلية للتعامل والاستقبال كمية من الكالسيوم عن طريق الدواء. Exercise related أيضا يمكن التحكم بفقدان الكالسيوم من العظام من خلال الـ exercise system. High intensity weight bearing activities, resistance training, other type of exercise are beneficial but do not slow bone loss. كل هذه التمارين تساعد لكنها لا تقلل من فقد الكالسيوم من داخل العظام. Bone loss associated with lack of estrogen.
الآن سوف لدى الفيميل بالتحديد هنا الاستروجين يؤدي وظيفة مهمة جدا حيث يحافظ على مخزون الكالسيوم الموجود داخل العظام. هنا كيف يمكن أن نتحكم بهذا الأمر؟ Powerful influence on osteoclast numbers and activity generally associated with menopause also presents in some young female athletes. بعض اللاعبات الرياضيات قد يوجد لديهم نقص في كمية الاستروجين وبالتالي سوف يساعد في انتشار أكثر لخلايا الأوستيوكلاست والتي تؤدي إلى تفتيت وإحلال العظام وأيضا إحلال الكالسيوم إلى الدورة الدموية. من هنا يبدأ الجسم بالتخلص من كميات كبيرة جدا. غالبا تظهر هذه الصورة مع المينوبوز لكن مع الألعاب الرياضية قد تظهر لدى بعض الفيميلز. Dietary strategies for adequate consumptions of bone-related minerals. أولاً calcium sources. الاعتماد على الأغذية التي تحتوي على نسب كالسيوم مرتفعة. أهمها على الإطلاق milk and milk products. Reduced lactose or lactose-related treated milk products. نقلل محتوى اللاكتوز. Some green leafy vegetables. Calcium fortified foods. Calcium supplements. هنا اللاكتوز يساعد في امتصاص الكالسيوم ولكن نظرا أن اللاكتوز يؤدي إلى بعض الأعراض الجانبية لدى الجهاز الهضمي هنا محاولة تجنب هذه الأغذية حتى يتم الاستفادة على أكبر كمية من الكالسيوم. أيضا فوسفورس فلورايد and magnesium. Phosphorus is abundant in foods, غني جدا في كل أنواع الطعام وبالأخص في المصادر الحيوانية ويوجد أيضا بنسب كبيرة جدا في الحمضيات. Fluoride is added to vitamins or water, ممكن نحصل عليه من خلال المكملات الغذائية وهو موجود بشكل طبيعي في الووتر. Magnesium is in vegetables, nuts, beans and legumes. تنوع المصادر الغذائية يعطينا وفرة بهذه المعادن التي نحتاجها لصيانة العظام. Milk and milk products are excellent sources of calcium بالتأكيد. Those with lactose intolerance may use some of a product shown which also allows them to include calcium dense dairy foods in their diet. بعض الأغذية التي تحتوي على نسب مرتفعة من اللاكتوز هنا قد تؤدي إلى gastrointestinal cramps وتؤثر على الكمية الكالسيوم التي نتناولها من خلال الطعام. بعض الحالات ممكن أن يتناول إنزيم اللاكتيز الذي يساعد بهضم وامتصاص اللاكتوز بالصورة الملائمة. ننتقل بالحديث عن الكالسيوم إلى الحديث عن الأيرون وهنا بالتحديد الهيموغلوبين والذي يساعد بنقل الأكسجين داخل الدورة الدموية. هنا يحتوي على أربع وحدات من الهيم وأيضا يحتوي على الجلوبين 2 chains من beta chains جلوبين ويحتوي على 2 chains alpha chain الفا جلوبين. إذن 2 الفا جلوبين 2 بيتا جلوبين وأربع وحدات من الهيم. هذا الهيموغلوبين أساسي جدا في نقل الأكسجين داخل الدورة الدموية. Nutritional and non-nutritional anemias. هنالك أنيميا تظهر نتيجة عوامل غذائية وأنيميا تظهر نتيجة عوامل غير غذائية. العوامل الأنيميا التي تظهر من العوامل الغذائية نتيجة تأثر أو فقدان الجسم لأحد العناصر المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء وأهمها الأيرون، فيتامين بي 12، الفوليت وأيضا بعض المعادن مثل الزنك والكبر. هذه تسمى نيوتريشنال أنيميا، منها أيرون ديفيشنسي أنيميا، فيتامين بي 12 ديفيشنسي أنيميا، فوليت ديفيشنسي أنيميا. لكن هنالك أنيميا non-nutritional مثل aplastic anemia مثل hemolytic anemia sickle cell anemia. هذه عبارة عن أنواع من الأنيميا لا تظهر نتيجة لعوامل غير غذائية. Iron deficiency, iron deficiency anemia and performance. Iron deficiency anemia impairs performance
volume oxygen max aerobic capacity declines endurance capacity declines نتيجة لانخفاض مخزون الحديد ونسبة الهيموغلوبين الموجودة في الدم هذا سوف يؤثر بالتأكيد على القدرة على استمرار وأداء النشاط الرياضي نظرا أن مخزون ونقل الأكسجين داخل الدم يصبح قليل جدا وبالتالي يؤدي إلى الإرهاق السريع Effects of iron deficiency without anemia on performance is unclear في حالة فقدان الحديد فقط مخزون الحديد من الجسم ولكن بدون أن يكون لدينا أنيميا هنا لا يظهر تأثير واضح غير معلوم التأثير في هذه الحالة يستمر النشاط بالقوة العادية لأن الذي يكون فعال في الحديد هو الموجود داخل الهيموغلوبين أما ما هو موجود في مخازن الحديد مثل ما هو موجود في الكبد أو موجود في النخاع العظام هنا بهذه الحالة لا يعتبر مساعدا في أداء النشاط الرياضي إنما الذي يساعد في أداء النشاط الرياضي هو الموجود فعليا داخل الدورة الدموية على شكل هيموغلوبين والموجود في الريد بلاد سيلز Regarding the prevalence, unlikely in most males, لا تظهر غالبا لدى الميل, infrequently seen in adolescents, males or males endurance athletes, some medications induce bleeding and loss of iron, بعض الأدوية تؤثر في مخزون الحديد, greatest risk for menstruating female, athletes with low caloric intake are at greater risk, الرياضيين الذين يتبعون حمية لتخفيض الوزن لديهم خطر أكثر بالإصابة في فقد الحديد وفي الأنيميا. Dietary strategies for adequate consumptions of blood-related minerals. أولاً adequate energy intake يجب أن يحصل على كمية الغذاء الملائمة من حيث محتويات الطاقة. Variety of iron-dense foods. Heme from animal sources are better absorbed than non-heme from plant sources. Vitamin C increases iron absorption. إذا تنوع الغذاء ما بين المصادر الحيوانية والمصادر النباتية يعطينا وفرة في كمية الحديد التي يتم تناولها بشكل دائم وتساعد في تكوين الـ RBCs بشكل أفضل. Iron is found in many foods but often in small amounts. Adequate dietary iron intake is associated with adequate energy intake. كلما كان لدينا تناول أكثر للمغذيات وتنوع الأغذية سوف نحصل على احتياجنا من الحديد. هنا تجنب الأغذية أو الذهاب إلى حمية غذائية قد يقلل من تناول الحديد. Minerals and immune system function من المعادن التي تساعد في بناء نظام المناعة في الجسم أو جهاز المناعة في الجسم الزنك السيلينيوم والأيرون فيما يخص الزنك widely found in cellular enzymes involved in various immune function dietary requirement intake حوالي 8 ملي جرام per day for females and 11 ملي جرام per day for males Most endurance athletes do not meet the dietary requirements intake. غالبية الرياضيين وبالأخص رياضات التحمل التي تحتاج إلى وقت طويل جدا لا يصلوا إلى احتياجاتهم الغذائية من الزنك. Supplemental zinc can interfere with iron and copper absorption. هنا لدينا مشكلة بأنه لو تم تناول هذا الزنك على شكل supplements سوف يؤثر بشكل كبير على امتصاص معادن أخرى. السيلينيوم involved in cellular and immune system function found in meats, fish, poultry, whole grains and nuts. السيلينيوم مهم جدا لأنه يساعد في تكوين البروتينات المعدنية التي تسمى سيلينوبروتينز وهي جزء أساسي من مركبات المناعة. الأيرون play important role in immune system function. Excess iron impairs immune function. لديها دور مهم جدا في صيانة المناعة ولكن زيادتها عن الحد قد تؤدي إلى إشكالية كبيرة في المناعة تعطل جهاز المناعة. A nutritious diet contain adequate calories and variety of foods such as those shown here. This dietary pattern is likely to provide sufficient carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. تناول أغذية غنية بالكالوريز ومتنوعة من كل المصادر الغذائية حيوانية ونباتية ومن كل المجموعات الغذائية هذا سوف يعطينا كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن دون الحصول عليها ودون الحاجة للحصول عليها
من خلال المكملات الغذائية أو حتى الحصول عليها على شكل دوائي. Supplementing with individual minerals, calcium and iron are most common. أكثر المعادن التي يتم الحصول عليها على شكل مكملات غذائية هي الكالسيوم والايرون. Should be physician prescribed, not self prescribed. Likely to affect absorption of other minerals. High bioavailability may not be desirable. مش محبب دائما أن يكون في عنا نسبة bioavailability عالية جدا نظرا للحصول على نسبة سمية عالية، وأيضا يمكن هنا أن تؤثر على امتصاص مركبات أخرى ومعادن أخرى بشكل مباشر مثل الزنك وعلاقته مع الحديد أو علاقة الكبر مع الحديد. هذا بالتأثير سوف يؤثر على مخزون آخر من المعادن، لذلك الحصول على احتياجاتنا الغذائية من المعادن من خلال الغذاء أفضل من الحصول عليها من خلال السبليمنتس. Spotlights, chromium supplements for athletes. الكروميوم هو أحد المعادن التي تساعد في وظائف الإنسولين ويساعد بشكل مباشر في هدم الكربوهيدرات. Some may contain highly absorbable forms, enhance insulin sensitivity. Diet requirement intake تقريبا ما بين 20 إلى 35 microgram. Doses less than 200 microgram seems to be safe. Effectiveness for increasing muscle mass and decreasing body fats unclear. ليس هناك نتائج كافية تدل على أن الكروميوم قد يساعد في بناء العضلات أو هدم الدهون، لكنه مؤكد أنه يساعد في وظائف الإنسولين من خلال enhances insulin sensitivity. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، شكرا لكم وشكرا لاستماعكم، وبهذا ينتهي الوحدة الثامنة والجزء الثاني من الوحدة الثامنة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.